التحول الذري أصبح الأتوميكرون أقوياء جداً. سأحولهم إلى جنود أقوياء جداً. سأجعلهم أقوى وأكثر قدرة على التحمل. أيها الرئيس جالاكتيكور، لقد وجدت أخيراً طريقة للحد من قوة التحول الذري. ها نحن، سأدمر هيدروستار وجنوده أخيراً. العمل يجري على ما يرام، سيكون قادتنا فخورين بنا. القليل من الإصلاحات وستعود المركبة كما كانت. مهلاً، هل سمعت؟ هناك أحد ما خلف تلك الأنقاض. لا، لا يوجد أحد، إنها الرياح فقط. هذا الكوكب مهجور، تابع العمل. يجب أن تكون المركبة جاهزة للانطلاق قريباً. حالما يصل الوقود سيكون علينا الذهاب. علي تفتيش المنطقة ثانية، علينا إيجاده ثانية. تفتيشها؟ هيدروستار، أنت غريب الأطوار، لا يمكننا إضاعة وقتنا في البحث عن الأطياف. أنا لا أبحث عن أي طيف يا توكسن، بل عن الأجوبة. علي أن أعرف ما الذي حدث لأخي هيدروسبيس. نادني عندما تنتهي إصلاحات المركبة الفضائية الأولى. هذا ذكاء، تمكنت من جعله يغضب. مشكلته إذا كان لا يتقبل الأمر. ماذا تعني؟ ما بك كاربودون؟ جميعنا يعلم أن هيدروسبيس كان سيئاً على عكس شخصية هيدروستار، وهو يرغمنا على البقاء هنا لأنه يريد إيجاد أخيه. أنت محق فيما تقول توكسين. حسناً سيدي. أنا مسرور جداً لأنك تشاطرني الرأي يا إلكترون. إيجاد طريقة لإيقاظ قادتنا الثلاثة من نومهم العميق هو أولويتنا الوحيدة حالياً. زين، فيكسيون، فيروكس هم أساسيون من أجل سلامة الاتحاد. علينا إيجاد الترياق المخبأ، ولا يمكن الحصول عليه إلا بمهاجمة جالاكتيكور في حصنه. الطائرات التجسسية كانت مفيدة أكثر مما توقعت. إننا على الهواء. لقد تعقبتهم. لدينا الفرصة لاختبار سلاح الراديوتوم الجديد لإضعاف الأتوميكرون وتحولهم الذري. أيها الرئيس، إن استعراض الطائرات من دون طيار كان حظاً، أليس كذلك؟ على ذلك الكوكب المهجور. الحظ لا وجود له أيها القائد فينوم. تلك الطائرات من دون طيار كانت هناك لأنني أردت مراقبة كوكب مولوث. لما جالاكتيكور مهتم جداً بمراقبة كوكب مملوء بالأنقاض؟ سيدي، إننا قرب الصبب، سنمر عبره قريباً جداً. أيها القادة، حالما تعيدون تزويد المركبة بالوقود من الطاقة النجمية يمكنكم المغادرة. من المؤكد أن وقودنا يكفي لهذه المهمة. إنه ذو طاقة خارج الأبعاد ولا حدود لها، وهو مناسب في المهمة البعيدة جداً عن الوطن. احظوا بعبور جديد يا قادة. نراك قريباً يا سيدي. هل أنت قلق بشأن هيدروستار؟ لدي شعور مسبق يا كيوب، أخشى أننا سنضطر إلى مواجهة عدوين مختلفين قريباً جداً. ماذا؟ أوه سيدي، لا تشعرني بالخوف. هل تقصد عدواً آخر غير جالاكتيكور؟ نعم صحيح، ولن يكون أقل خطورة منه. أخشى من أن إيجاد كبسولة هيدروسبيس الفارغة، لأنها قد تنبئ بعودته وبنهاية اتحاد أتوميكرون. بسرعة، دافعوا عن المركبة الفضائية لنعلم القائد هيدروستار فورا. أين أنت يا هيدروسبيس؟ لا يمكنني أن أصدق أنك ما عدت هنا. لا أريد أن أصدق هذا. أيها القائد، نتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الجنود، تعالوا معي لنتحرك معا. علينا ألا نسمح للعدو بإلحاق الضرر بالمركبة الفضائية الأولى. خذ هذه. أيها الأتوميكرون، إننا هنا بعيدون جدا عن الوطن، ولكننا سنريهم قدرتنا. هجوم! يا رئيس، ها
هذا الكوكب مملوء بالأنقاض. يبدو المكان المناسب لنهاية الأتوميكرون. أنت محق يا فينون. يمكنك تخيل سعادتي بعد أن أدركت أن هيدروستاس سيقع هناك على كوكب مولوث وإلى الأبد. لما أنت متعلق بذلك الكوكب الغريب يا رئيس؟ تأتي طاقتي من البعيد أيها القائد. التحطيم هو ما أبرع فيه. لقد دمرت كواكب قديمة جداً وحضارات مثل تلك التي كانت تعيش على كوكب مولوث. أنت تدمر كل شيء بنفسك، لكن كيف فعلت هذا؟ توقف الآن، لقد تعبت من أسئلتك التي لا طائل منها. لا داعي لأن تعرف أي شيء آخر. كما تشاء يا رئيس. أنتم أيها القادة عليكم تنفيذ أوامري، والآن اذهبوا. أريد أخباراً عن الدوريات الجوية التي تقوم بالاستطلاع. نعم سيدي. إذن يا أوكسجين، ما رأيك بشأن هذه المادة المضادة الشهيرة؟ لا أحبها أبداً. لنتوجه إلى الثقب الأسود وننضم إلى المركبة الفضائية. أيها المتحول الفضي، إنهم يهاجموننا. إذن علينا انتظار إعادة تزود الوقود. هيا إرمو. أيها القائد كربودون، شغلوا تشكيل العقرب. أيها الجنود تقدموا معي بسرعة. هايدرون، علينا الانتظار فقط إلى حين وصول حلفائنا. أيها المتحول الفضي، علينا عبور الثقب الأسود إذا أردنا الوصول إلى المنطقة المحايدة. لكنهم سيعيقون طريقنا. علينا اختراع شيء ما أو لن نتمكن من الوصول إلى هيدروسا. أحتاج إلى هذا. لقد حاصرونا. لا، لن أدع ذلك يحدث. سوف أدمركم الآن. ما الذي يحدث لي؟ أشعر أن قوة جديدة مجهولة تجتاحني. أجل، لأجل هيدروستار سوف نفوز. حواسي متيقظة تماما. هذا غير معقول. يبدو كأن قوتي وطاقتي قد ازدادتا 3 أضعاف. أبعد مخالبك عن محركي. أيها الرئيس، هيدروستار قاسٍ. لا أعلم أيها الرئيس، لكنه قاسٍ جداً. هذا يكفي. رادي أتوم، ركز جميع النيران على هيدروستار، واليوم سيكون تحت رحمة المادة المضادة. يبدو أن أعداءنا لا يحبون هيدروستار أبداً أيها القائد. نعم، واحذر من عليه التدخل مرة ثانية. تعالوا اتبعوني هيا أيها الجنود. جيد، إننا نجعله متوتراً. أنت محق أوكسجين، لنستمر في المهمة على هذا النحو. اصطفوا جميعاً بالترتيب. هيا شغلوا الدرع الذرية. لن يتمكنوا من التحمل أكثر. سيقعون تحت رحمتي وقوتي أخيراً. أيها الرئيس، حددت مكان الكبسولة التي تحمل السجناء 3. أخبرني، أين هي؟ هناك أيها الرئيس، على كوكب مولوث. لقد استولى عليها الأتوميكرون. يا عديم النفع. لكن لا يهم، هذا يعني أنني سأدمر الجميع بهجوم واحد، ولن ينسى هذا اليوم لأن نهاية اتحاد الأتوميكرون ستكون قد حلت. انتظروا جميعاً، الأمر عائد لنا. توكسن، أنت قائد شجاع، لقد خطرت بحياتك لإنقاذي. توكسن، أنقذ نفسك وجنودك. بفضل هيدروستار تمكنت الدرع الذرية من إصدار موجة صادمة قوية جداً. هيدروستار، الانتقام آت. أيها القادة، رديتم، لا تضيع الوقت،
انشر فريقك الآن. نعم سيدي أيها الرئيس. أهلاً بكابتن الشجاع. أهلاً بكابتن المقاتل. أهلاً بهايدروستار الجليل. أضعفهم. أتوميكرون.